طب ما يبعد على البرد، ما نلبس قبيتك. لا لا واخا لبستي قبيتك. سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير هاني. هاد حيد هادو التخشاي، بغيت تاخذ لنا بحال هكا؟ لا لا التخشاي ما بغيت. عافاك والله ما بغيت. ما كيتخلعتي قولي. المهم تنفيقو في نورها، نورها مبغاش تفيق، نورها ناعسة. نورهان نورهان جات من المدرسة. واخا نورهان، المهم واش غادي نبدا لك انت؟ ها حاسه بشي حاجه هاد الايامات؟ واه اشنو سخيتك بزاف عينك من فوقي. زيد اسم اخر ما تستعمل ديك بشكل. كيفاش بشكل؟ اشنو اللي بشكل؟ تستعملي معانا بزاف كاع باش تخسرش ديال خاطرك. هي انا ملفت نخسر لك خاطرك؟ لا ولكن قولي شنو كاين؟ وحنا عاد نهضروا علاش تصدقي الدموع هما الاولين؟ سخن عيني والله ما خالعك، غير هو انا غنقول لك واحد الحاجه. دابا انت صاحبتي وانا صاحبتك، وانت ما كتخزني عليا حتى شي حاجه، وانا ما تخزن عليك والو ياك. انت عارفه ان كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى ياك، والمؤمن مصاب. ما بغيك تخافي ما والو، نتوما سلاحي وانا السلاح ديالكم ياك، وانا باش كنكون قويه وانتوما باش قويات. وشنو غادي نديرو؟ توعديني قبل. اش غنديرو؟ توعديني بلي غادي تكوني قويه ديما. انا قويه ديما. يا ما تبكيش. دابا انا فاش نمشي، واه شوف انا وما تنبكيش. كوني شنو كاينه ماما؟ دابا انا فاش مشيت ودرت هادوك التحاليل لقيت عندي سرطان. ديال اش؟ ديال البسوله. عادي جدا، راه كاع الناس عندهم. يلا 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 راه عادي جدا، غادي ندير العمليه. تبراي مالو بان نجلس ويلي على غتبراي؟ مالو بان نجلس ونصدي؟ عرفتي شحال من واحد تيدير العمليه باش يدوزو الحال؟ انت غديريها؟ طبعا انا كنمشي كندير التحاليل وكندير. وانت قلت لي مش نشري طوموبيل لعزيزك. انا تنقول لك نادي راه شهرين. يلا شوف نقولك، اهم حاجه هو النفسيه ديال الانسان. انا خاص تكون النفسيه ديالي مزيانه، وباش النفسيه ديالي تكون مزيانه، باش تكون النفسيه ديالي مزيانه قولي لي، باش غادي تكون النفسيه ديالي مزيانه؟ ها ابي كندا ندى، راه انت يد وديالي، راه ماشي العبدية ولا شي حاجة. وحالة انا غتبكيني وانا ما خصنيش نبكي. هادي مني، هادي مني، ما تخليني مع البابا. لا ما نخليك تو، ولا تخليني. غادي نبقى تنوصلك ان شاء الله. واش تشوش مسطيه؟ واش هبيله؟ امتى غديريها؟ انا دابا كندير في التحاليل، كندير في الليرم باش نشوفو كلشي ونحصرو الموضوع، وغادي نديرها وعادي جدا بحال ما كاينه حتى شي حاجه. ويلي ندى، ايوا هاتي دابا اهم حاجه عندي هو تي هي الدوا ديالي. كنبتئن النفسية ديالكم والله ما كنخاف من شي حاجة. نادا
لا ضربتي هي الدواء ديالي، انت هي القوه ديالي. واش بغيتيني ندير الدواء ولا لا؟ واش بغيتيني نكون قويه ولا لا؟ بتحبي انا مرض الله عليك. يلا شتي دابا شتي في عمرك انا ندير مقاومه انا بلا لا برا. يلا وهذا هذا 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 قد المرض. ماما انا خصناش نطيحو ليا المعنويات. انا بديت بنتي شوفي شتي اللي درت الريجيم شتي انا شحال قويه. الريجيم اش غنفك ديري؟ الريجيم باش كناكل حتى شي حاجه، كناكل غير كيوي، كناكل شي حاجه بحال البروكولي اللي جبت بحال سميتو. درت خديت واحد لي برودوي ديال المناعه باش باش نحاول دوك دوك الخلايا السرطانيه ما ينتشروش يتحسروا باش نداويوهم ويدوزني الحال. شتي انا شحال قويه، شو انا شحال مستحمله، شي مستحمله كل شي شهرين هذه ومستحمله. وتنجي وتنضحك معاكم وكنت دايره البيوبسي لزولتي وتتقيسوني كنتعكر وتنعنكم وتنقول والو مستحمله على قبل كندا. والله بنتي على قبلك، انا عايشه على قبلك هنادا. نادا شوفي راه انتي واختكم القوه ديالي. نادا شوفي 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 نادا نادا شوفي 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 فيا شوفي نادا. السرطان وانا كنخرج كل نهار كنشد الطريق نادا. تخافيش تقولي ماما غادي تمشي غادي دير كسيده غتموت. كاينه ولا ما كايناش؟ كاينه. اها بابا كان حدانا تيضحك معانا ونوجدو هادي وديك 5 دقائق مشينا نتكاو تيعيط هبط ليه السكر مات. كاينه ولا ما كايناش؟ والاعمار بيد الله. وكاين اللي كيكون فيه السرطان وتيبقى عايش كيداوى وكيبقى عايش. علاش علاش انا هذا علاش غتبكي؟ علاش بنتي؟ واش ما كاينش الدواء؟ واش انا شتيني ما بغيت ندير لا دواء لا حتى شي حاجه؟ اه راه عادي جدا دابا السرطان كلشي فيه السرطان، كلشي فيه السرطان وكلشي باذن الله سبحانه وتعالى. انا درت الريجيم ديالي ياك وغادي ندير العمليه وغندير الشيميو وغندير هذاك الشيء كامل، وليني هذا الشيء كامل اللي تنحسب ليك راه ما تيساويش انني نشوفك ضاحكه ونشوفك بخير ونشوفك كتقراي مزيان. هذا الشيء كامل ما عنده حتى شي اهميه. عرفتي اللي عنده الاهميه هو نشوفك بخير. عرفتي نشوفك بخير تطلع لي المناعه، نشوفك بخير وضحك وما ترجعيش في قلبك حيت راه الفقصه اللي كتمرض. صدقي انت مريضه وانت اصلا مريضه سمعتيني، ترجعيش في قلبك تقولي ماما ماما ربي بغاها وماما ربي ابتلاها والحمد لله اللهم لك الحمد وماما هي شجاعه وانا هي الدواء ديال ماما. اذا انا شنو خاص تعطيني الدواء ولا ما تعطينيش؟ ها واش تعطيني الدواء ولا ما تعطينيش؟ تعطيني ليا وماشي تعطيني ليا بزز فوق خاطرك. لا خاصك تعطيني ليا وانت مؤمنه بالله سبحانه وتعالى، كتآمني بالله. ها الله سبحانه وتعالى المعجزات ديالو كبيره وربي ديما واقف معانا. عمرك شتينا تخصينا؟ ها عمرك شتي ربي تخلى علينا؟ وراه حتى دابا ما غيتخلاش علينا حتى ربي، ما غادي نتخصو وما حتى شي حاجه الحمد لله. انا كنمشي كنجي. علاش دابا علاش دابا قلتها لك ومن ما نقولهاش لك نبقى مخبيه ما نقول لك والو؟ ونقول نقول لك حيت انتي دابا احتاجيت الدواء ديالي تعطيه ليا ولا ما تعطيهش ليا؟ ها نقراو مزيان، نقراو نقراو مزيان ونضحكو ونشطو ونلعبو ونخرجو مع صحابنا وتكون النفسيه ديالنا زوينه كان شيئا لم يكن. ماما كي الا مشات مع الصباح لكازا دير الراديو ولا دير شي حاجه راه في العشيه كترجع. الا مشيت ندير العمليه راه ضروري غادي نرجع لبناتي. سمعتيني معنا الله سبحانه وتعالى بنتي. ما وقعت حتى شي حاجه شتيني انا كان
ياك شتيني انا كناكل كنشرب كنعس كنفيق كنلبس كنعوم كندير كل شيء، وانا في السرطان وانا عارفه راسي في السرطان، كأن شيئا لم يكن. شتي ولا لا؟ شتي دابا هاد المده ديال شهرين ولا اكثر من شهرين وانا عايشه بخير. بسبب الفاكسان اللي درت. الفاكسان ما جاتكش؟ الحمد لله بشي لا من الله سبحانه وتعالى، مالنا حنايا؟ راه كنكون بنتي خارجه في الطريق، سمو كنكون خارجه في الطريق. ندى ديري شنو راه منك؟ اشنو ندير الفاكسان؟ ما كاينش بو فاكسان. لا تقولي هذه، سمعيني كنكون خارجه في الطريق، كنشد الطريق، كنتوكلوا على الله سبحانه وتعالى، ما كتعرفي اشنو. كنكون غادي، ولو نكون غادي غير ب 40 كيلومتر في الساعه، يقدر يجي واحد متهور يضربني يشتتني. كاينه ولا ما كايناش؟ كاينه. نقدر نكون غير خديت شي حاجه كليتها وجابت لي تسمم ومت. نقدر نموت غير موته ديال الله سبحانه وتعالى. نقدر غير خارجه من الدار بحدايا. الو وي خويا، صافا لاباس بخير؟ انا هنسالي و يلا تنقولها لنادا. جانا جا الوقت فاش نقولها لها. انا كان خويا ما نورها النعسه ما بغاش تفيق لينا، كنت بغيت نقولها لها حتى هي. لا لا لا، انت نعاود لك كلشي الحقيقه، وانا راني تنصور فيديو معدي ما نخزن عليها. بنتي راه هي صاحبتي، هي كلشي، هي الدواء ديالي، وبنتي غادي تعطيني الدواء، تعطيني الدواء. غنكمل ونهضر معاك. وحدايا حدايا بنتي، يلا خويا الله يعاونك، يلا نسالي ونهضر معاك. المهم انا باش نقطع البنات الفيديو، باش نقطع الفيديو، وانتم راكم عائله ديالي. انت قلت لي اش قلت لك؟ قلت لي حدو شي حاجه. اشنو عزيزك؟ عزيزك كان باغي يدير عمليه ديال الفتق، وقالت لا بصح، والله حتى بصح، وكانت قالتها لنا امي فاش كنا ما كنهضروش معاه، وقالتها لنا امي وسميتو، قلت لها فاش يديرها غنمشي عنده، وقالت لي واش غتمشي عند خوك ولا؟ قلت لها نمشي عندو، واخا ما تهضرش معاه خصني ضروري نوقف معاه. تحبيني كنت نكذب عليك؟ راه ما تنكذبش. حتى طاطاك حنان حتى هي لا فراساش، حتى طاطاك حنان حتى هي يا قالت لامك لا لا، قالت لها انا نجي عند خويا فاش يدير العمليه. الخا واحد الدنيا بنتي يلا. ورا عادي جدا، ورا عادي جدا ان يكون عندك سرطان وتداوي. اللي ما عاديش هو انه يكون عندك وما تداويش وتخليه. فاش كديري هاد الصيام، كتجوعي الخلايا السرطانيه، وكتاكلي اكل متوازن، وكديري الدو، كديري العمليه، الخلايا السرطانيه فين غتنتشر؟ ما تنتشرش، غتموت. كاين ولا ما كايناش؟ وانا كاع هادشي ما تيهمنيش، انا تيهي الدوا ديالي، وراه تيهي القلب ديالي، عرفتي تيهي القلب ديالي. وديك الطويني بينا راه غادي تشريها وغادي تركبي لي فيها ملي غادي تخدمي مصدي، الله يبات تخالي منا ان شاء الله. يا بنتي شوفي، راه كلشي بيد الله سبحانه وتعالى. ما غاديش نشري عطوم بنتك حتى تركبي على راه قلت العزيز، قلت لك الطوموبيله ديال نادا، والدار وكتبتها لي، وانتوما راه درتها ليهم، والطوموبيل ديال نادا وما تا هو غايا. ديري واخا ما ديري كلشي ديالك، ولا بغى الله من غدا يقطع علينا كلشي. هذاك الشيء اللي كاين بنتي،
وكل شيء بامر الله. شوفي 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 شوفي, شوفي, شوفي. عنقولك انا غير املت لكم مستقبلكم وبنتي، انا غير املت لكم مستقبلكم. احنا ما عرفناش شكون السابق، حتى شي واحد الاعمار بيد الله سبحانه وتعالى. برا عليك ماشي قطع نشوف مالي الدار واخا يا الله خويتها الله فراسك يا اللهم امين الله عمر السلام. انور هاني الله فاقتنا من النعس، انتم تخليوا الواحد ينعس. هادي هادي هي النواره جيتي زيد، هادي هي. قولي بالسلامة طاطاوات، قولي فاقة من النعاس. سلامة طاطاواتي الغزالات، لاباس بخير. كنا كنهضروا في واحد الموضوع انت فيها السرطان ولا شي؟ هادا الله يشاف الله ما يبقى تنهضروا معكم بصح، ماشي كنضحكوا ماشي شكرا تنهضر معكم بصح. لقيت فيا السرطان كذاب سالت كتبع شي واحد، والله كنهضر معك يلا حيت سالت كتبع شي واحد اخر تحالي تسيري. لا والله إلا كنهضر معاك أنا راهي ولكن راه عادي جدا. تكذبي عليها وما تكذبيش عليا. والله تا بصح أبنتي لقيت سرطان، راه شهرين هادي فاش كنمشي لكازا وكنجي، ولكن راه عادي غندير الدو غندير العملية وبخير. صافي ما تبكيش ما تبكيش يا صافي يلا عشتي موراها تنبكيش أنا. شتي اختك سكتي شتي عادي 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 جدا غندير الطوال ديال العملية. يلا باي باي الله يشافيك. اللهم امين. سيري باي باي. يلا سيري تنعسي. الحمد لله نادى البنات بدات كتقبل اجي كويتي هنايا تنهضروا معاهم قبيله. عاود سي محمد خويا عيط، واحد السيد كان معاه صاحبو نيت تعاود لي قال لي واحد اختي فيها السرطان وداكشي وحيدت من المصران ودازها الحال وسميتو رانا دا سميت بودنيها. وهي بنتي صافي الحمد لله بقات لنا خالتكم. علاش ما بتشربتي كما كتشربي داك التخربيق ديال ما ديال الله سبحانه وتعالى. حنا ثاني اجي لهنا اجي لهنا اجي هنا اجي غير خليني دابا دابا خالي سي محمد. انايا انت كنتي صغيره ياك عرفتي خالي سي محمد الله يرحمه الله يرحمه وسع عليه دقات القبور. سي حبيبتي من احدق العيالات، ما كدير لا داكشي ديال كونسيرفي لا دوك المعلبات ما كيطيبوش هما بالزيت الرومي البلديه الروميه، كيطيبو غير بالبلديه، ما كياكلو غير البيض البلدي الدجاج البلدي الزيتون كترقدو راسها. خالي الله يرحمه ما كان ما تيكمي ما تيشرب ما حتى شي حاجه الصلاه والدين. عرفتي واحد الانسان مدين لواحد الدرجه ما تصوريهاش. ومسكين ابتلاه الله سبحانه وتعالى بالسرطان في المصران، وقولي انت كيفاش الله اعلم المناعه ديالو. هذاك السيد كانت مناعه قويه كاع داكشي اللي كياكل عندهم الفوائد، ما كيدخل المصران ديالو حتى شي حاجه، ماكل الزنقه ممنوع كلشي ممنوع وابتلاه الله سبحانه وتعالى. شافني انا شحال من صاله ضربت عاد نقول لك تصنطي ليا. وبقى خالي الله يرحمه تصوري محيد مسكين من المصران قطع دار العمليه الاولى والعمليه الثانيه ودير الشكاره وسميتو هذوك اخطر انواع السرطانات ياك داير هذاك الشيء. ومشيت عندو قبل ما يموت نشوفو كتي تي صغيره وعطيتو 50 درهم وحلف عليا ما بغيتش الدار من عندي وعطاها لي قال لك هكا انا دوك تي كتنيق زي فرحانه. ومع ذلك يصلي يصلي هو على الناموسيه ديال المرض على فراش الموت وكيصلي ما فايته حتى شي ركعه. عرفتي هذا شنو كيعني؟ ان الله سبحانه وتعالى كيبغي. غادي تصور كنحلم به ديما لابس الابيض لابس الابيض ابيض في ابيض. عرفتي الله سبحانه وتعالى فاش كيبغي شي انسان شتي يبغي كيبتاليك الا ما بغاكش راه يخليك سير. شحال كنعرفو حنايا من الناس اللي دايعين في الدنيا طامعين ما سوقهمش كيشربوا كيفسدوا كيديو حاجه ديال الناس، كاين بزاف ديال النماذج.
تصيب امرأة بخير وعلى خير، ولكن الانسان اللي تيبغي الله سبحانه وتعالى راه كيختبر الصبر ديالو. عرفتي علاش؟ باش يمشي للجنه. وشكون اللي بحالك انتيا يا بقى صغيره غتمشي للجنه، وانا غنمشي للجنه، اختك يا هبيله باقي صغارات، مالكم اش دايرين؟ مالكم اش تديروا؟ اختك يا هبيله مصطي قالت لك ضربتني الجوع، تتقاول لبنا عمر تهز لينا حقوق قدام الثلاجه. شتيها بنتي؟ الله سبحانه وتعالى تيبغيني. عرفتي اشنو هي العظمه ديال الله سبحانه وتعالى البنات؟ شوفوا البنات، قولوا لنا هذا في التعاليق، عرفتوا شنو هي العظمه ديال الله سبحانه وتعالى؟ فانك تكوني محتسبه امرك الله سبحانه وتعالى، ارمله كتربي في جوج يتيمات، كتضربي عليهم تماره بالحلال، وزيدها يبتليك الله سبحانه وتعالى بالمرض، يبتليك الله سبحانه وتعالى بالمرض. عرفتي علاش؟ عرفتي تيسوسك تيسوسك تيخفك، نهار كيبغي يديمو الأمانة أمانتو كتمشي ديريكت للجنة. دوك المبشرين بالجنة خويتي، شكون لي بحالك ماماك تيبغيها الله سبحانه وتعالى، كاينة ولا مكايناش؟ وماماك الدوا ديالها ونوي تمر ها نورا نوي بينا، ومشات قالتلك متناكل راه ليا تديم معي صافي. المناعة قوية ها، غتعاونيني دوي قاديمة تي يد وديالي و تي الروح ديالي تي اختك الحمد لله صافي. عندنا مرض عادي، السرطان راه ماشي شي حاجة عيب، السرطان راه ماشي شي حاجة لي خايبة بزاف، السرطان راه مرض يعالج ومرض تيتشفى كل شيء بإذن الله سبحانه وتعالى. تبقي غير دعي معايا، تبقي تقولي يا ربي شافي لي ماما، يا سيدي ربي شافي لي ماما، ماشي تبقي تفقسي في قلبك وطيحي تتي تمرضي تطيحي في جهة ولا نطيح في جهة. إيوا واش درنا؟ أنا راه الله اللي مرضني، ولكن انتي راك غتمرضي راسك، كاينة ولا مكايناش؟ ها شتيني انا كنمشي لكازا وكنرجع وكنكون دايره يا اما البيوبسي محيدي ليا من البزوله ولا شي حاجه، ومع ذلك تنجي وتنوقف وتنطيب وتنشد الخاطر لامي ونشد الخاطر ليك ونشد الخاطر لنورهان ونخرجكم ها صافي صافي. الله يكملك بعقلك يا ربي، الدعوات ديالكم البنات، الدعوات ديالكم البنات معانا يا ربي، يا ربي نزل السكينة والرحمة ديالو علينا يا رب. الحمد لله على كل حال البنات، الله يرحم لكم الوالدين، خليو لنا التعليقات ديالكم. بالنسبة لكاين شي ناس اللي غايقولوا لي علاش صورتي انتي وبنات كل شي حاجة، انا باقا تمي راه باقا في خبارها والو، غنقولها ليها وغنصور معها فيديو، لان كل فيديو انا محتاجه. انا الحمد لله ربي راه تيختبر الصبر ديالي وابتلاني والحمد لله اللهم لك الحمد، ولكن راني محتاجه كل درهم من الفيديوهات. يعني الله يرحم لكم الوالدين، غادي تقبلوا على الفيديوهات ديالي كيف ما كانوا، غادي نصورهم معاكم، محتاجه لاي درهم من الفيديوهات، يعني فيديوهات كنصورهم البنات، هذا هو ما كان. الحمد لله على كل حال، الحمد لله على ابتلاء الله. كي غندير مع امي وكي غندير مع حنان اختي؟ الحمد لله على كل حال ياك. دابا شنو نبداو نديرو كتحيدا يدك، تحيدا يدك على يدك. يلا نوضا شنو دابا؟ شنو نوضو نشريو كرواسة ولا شنو؟ لا ناكلو عخبيز. يلا صافي، الرضا والحلوى مقرطة. الحمد لله هاد اللحظة هادي كنت خايفة منها بزاف، ولكن الحمد لله هي دارت على خير وبخير. الحمد لله الحمد لله، كل حاجة راه ربي تيرحم فيها وتنزل الرحمة ديالو وتنزل اللطف ديالو فيها.